من اسطنبول ينضم الينا مراسلنا علام مصباحات. علام، ما الذي تحمله تحذيرات الرئيس التركي لليونان فعلا؟ هو تهديد واضح وصريح من الجانب التركي بهاء للجانب اليوناني. هذا التصعيد الأخير جاء لسببين اثنين، الأول ما يتعلق بتسليح الجزر اليونانية في منطقة بحر إيجا والبحر الأبيض المتوسط شرقي المتوسط، والملف الثاني وهو الأكثر تعقيدا من هذا الملف الأول هو موضوع زيادة مساحة المياه الإقليمية لهذه الجزر من قبل اليونان من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلا بحريا. اليونان أعربت صراحة على لسان رئيس حكومتها وفي برلمان اليوناني أيضا عن نيتها إقرار هذا التوسيع للمياه الإقليمية اليونانية. الجانب التركي يعتبر أن عملية تسليح استمرار عملية تسليح الجزر اليونانية في هذه المنطقة تحديدا القريبة جدا من يعني الجانب التركي أو الساحل التركي في جنوب غرب تركيا في منطقة بودروم وإزمير، هو من جهة، ومن جهة ثانية طبعا موضوع زيادة المياه الإقليمية مساحة المياه الإقليمية إلى 12 ميلا، الجانب التركي يعتبره بأنه بمثابة إعلان حرب بهذه الصراحة وبهذا الوضوح. وبالتالي من هنا تتعامل تركيا بجدية بالغة جدا مع هذا الأمر، وهي ترفع استعداداتها العسكرية إلى أقصى درجة. من الملفت جدا بهاء أن هذه التدريبات والمناورات العسكرية التركية التي اختتمت اليوم عمليا واستمرت لعدة أيام قد جرت في مدينة إزمير قبالة السواحل اليونانية، قبالة سواحل الجزر اليونانية التي عليها الخلاف، ومشاركة إردوغان تحديدا بالإشراف على هذه المناورات تحمل رمزية وأهمية خاصة بأنه يعني هناك اهتمام تركي بالغ وعلى أقصى المستويات وأعلى الدرجات في هذا الملف. تصريحات إردوغان من هذا المكان أيضا للجانب اليوناني تحمل أيضا رمزية خاصة بأن تركيا يعني جدية تماما في هذا الموضوع. بالمحصلة هناك توتر تركي يوناني كبير وتاريخي، ويعني فصول هذا التوتر متنوعة ومتعددة، ولكن هذه المرة التوتر مختلف وبدأ يأخذ منحا مختلفا تصاعديا أقصد بين الجانبين، أخذا بالاعتبار تصريحات إردوغان اليوم وتصريحاته قبل أيام عندما قال إنه أعلن وقف كل اللقاءات مع الجانب اليوناني سواء الثنائية أو غيرها بوسطات دولية، وثانيا أعلن تجميد عمل اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين، وقال إنه تم وقف هذه اللجنة تماما، عمل هذه اللجنة تماما. وبالتالي الجانب التركي يريد أن يوصل رسالة بأن هو تحذير أكثر منه رسالة، وبحسب ما جاءت في الصياغة التي استخدمها إردوغان هو تحذير واضح وصريح للجانب اليوناني أنه إذا لم يتراجع عن خطواته التي اعتبرها إردوغان استفزازا فإن هذا يعتبر بمثابة إعلان حرب بين قوسين، وإن تركيا سترد بشكل واضح وصريح. شكرا على كل هذه المعطيات من اسطنبول مراسلنا علام مصباحات.